مراد مجني عبر عن خيبة أمله من قرار الاستبعاد، إلا أنه يتفهم قرار الجهاز الفني. كما أكد مجني أنه سيقرر ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية أم لا بعد مونديال جنوب إفريقيا. أشعر بالحزن لأنه منذ 4 شهور وأنا أكافح لأكون مع بعثة المنتخب. أتفهم قرار الجهاز الفني لأنني لم ألعب منذ مدة طويلة. أريد أن أفعل شيء، لكن هناك مخاطر نتيجة الإصابة التي أعاني منها في ركبتي. هذا كل ما يتعلق بوضعيتي، وأتمنى أن نتأهل للدور الثاني. لا أعرف إن كنت سأكون لائقا بدنيا، لكن الأكيد أنني سأكون مع المنتخب بقلبي، وبعد ذلك سأتخذ القرار المناسب فيما إذا كنت سأخضع لعملية جراحية أم لا ومتى وأين. في تصريح خاص للجزيرة الرياضية ضمن حلقة من برنامج VIP والذي ستبث لاحقا ويقدمها حفيظ دراجي، كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد راوراوا، كشف أن من بين العقوبات التي أصدرها الفيفا بحق الاتحاد المصري قرارا يتضمن إقصاء المنتخب المصري من نهائيات كأس العالم المقبلة في البرازيل في حال وقع أي حادث مماثل. في قرار أنه في حالة إعادة اعتداء على أي جهة في لتزور مصر يقصى الفريق المصري من تصفيات كأس العالم المقبلة، وهذا ما تكلموش عليه. طبعا نحن لا نرى أنه الفريق المصري يقصى من كأس العالم، هذا ماهوش مصالحنا، لأنه نحن رغم كل ما حصل نحن متضامنين مع الإخوة العرب في كل مكان. فهذه عقوبة أيضا، يعني لولا يصرى أي حادث بكرة، وهذا مكتوب في القرار الفيفا اللي سلموه لهم للاتحاد المصري وما تكلموش عليه. ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر